بلشنا نفوت على الأربعينات. انزل اثنين هاي شو الانزل الانزل مخيف عليها 24 قراط ذهب يا جماعة. عندك الفحمات هون والغاز هون وكيف تتحكم فيه بس. كملين بمشوارنا وبلاس فيغاس تحديدا بحلقة جديدة من سياحة وسيارات. مكملين بمشوار يعني الأماكن اللي فيك تروح عليها إذا أنت كنت بتحب السيارات، إذا أنت كنت مجنون بالسيارات وموجود بلاس فيغاس، شو في أشياء ممكن تعملها؟ من ضمنها شيء اسمه نوستالجيا ستريت رود. بس بالأول ما تنسى لتشوف هالسيارات الرائعة، ما تنسى تشترك بقناتنا على اليوتيوب، تعطينا رأيك بالتعليقات، البرامج اللي عم نعملها إذا عم تعجبك أم لا، كيف فينا نحسنها، شو بتحب تشوف، وأهم شيء إذا عندك أفكار لنا بموضوع سيارات أو سياح وسيارات، سيارات وسياحة هي ذاتها، خبرنا تنجرب نعمل لك الرحلة وتشوف مزبوط شو، كيف بتعيش التجربة الرائعة اللي إحنا عم نعيش هلا بجولتنا بقلب لاس فيغاس. شايفين شو في ورا يا جماعه؟ رح نبلش التور تبعنا هلا بمحل اسمه نوستالجيا ستريت رودز. نوستالجيا ستريت رودز في مجموعه كثير كبيره من السيارات، في اربع غرف سيارات مليانه، كلها سيارات هوت رودز وكلاسيك، سيارات مخيفه مثل اللي شايفين هلا. حناخذكم بتور سريعه ونفرجيكم احلى السيارات الموجوده بهالمحل. نبلش من البدايه. ان شاء الله بدي اقول لكم اياها انه هيدي برايفت كولكشن. هون عم نشوف فورد 1926. يعني حنجرب، ما فينا نحكي عن كل سياره موجوده، رح فرجيكم بس جمال السيارات الكلاسيكيه. شوفوا حتى الارت جاليري اللي موجود حوالين السيارات، بس حنركز نحن على السيارات. مجموعة كتير كبيرة من سيارات فورد على فكرة عم نشوفها هلا، حتى هون لايسنس بليت 40 فورد. بلشنا نفوت على الأربعينات، صراحة أنا بحب هالنوع من السيارات، خاصة اللي بيكون عليها البينت جوب بهي الطريقة. لا عندهم غرام بفورد جماعة مش طبيعي. هاي سبيكر السيارة، في كتير ناس ما بتعرف عنها البراند. مهتمين بالسيارات الكلاسيك لازم هون كل انجن. بس شوف الديزاين اللي موجود، بلش تشوف الهوت رودز، اصلا اسمه هو ستريت رودز، يعني هذا اللي كان متوقعين نشوفه هون. لحظة لاحظتوا انجن اثنين انجنز يا جماعة على السيارة. اتسامي 23 توب توين انجن 350 ترانسميشن. اثنين انجن بس، هاي هي محركين على السيارة. هون بداية الـ فيول دراكسترز. معظم الأشياء صدقوني ما بعرف شو عم شوف، مثلا هاي شو؟ ما حدا يسألني هاي شو؟ هوت رود ويل تشير من الآخر يعني. هي اسمها هيك، مش عم بختارها الاسم. هيدي فرونت انجن بيج بلوك على دراكستر. يعني تجربة فيغاس بتكون ما بتكمل اذا ما جيت لهون صراحة. في بعض الامور الغريبة عجيبة هون بالدرجات الصغيرة.
جنات الشيفروليه 1967 شيفي نوفا. هذه كانت يعني 540 بيك بلوك يا جماعه، كان بدي اقول لكم حتى فيها رول كيجنج من جوا. جاهزه جاهزه للدراج ريسنج. اوه هيدي ماستانج 65 مع الفليمز. الانجن مخيف عليها. لكم في مجموعة كتير كبيرة من سيارات فورد. نحكي شوي شو يعني هوت رود يا جماعة، بس نفسر أكثر فكرة الهوت رود. هوت رود بتاخذ سيارة مثلا مثل هاي 1923 فورد تي رودستر، أوكي، وبتيجي بتشتغل عليها، بتوطي الروف، بتغير بالسسبنشن، بتغير بالشاسي كله من هون، وبتنزل عليها إنجن. الإنجن اللي موجودة هاي هو 1940 فورد V8 135 كيوبيك إنش، بيعطي 60 هورس باور على هاي السيارة. بس نفرجيكم شغلة هون، هيدي 1932 فورد تو دور سيدان، بس مش هذا هو الموضوع. الموضوع انه الانجن بليتد ب 24 قراط ذهب يا جماعه. بدكم اكثر من هيك؟ هذه كانت اول غرفه، هني اربع غرف. هاي الثانيه كمان جوله سريعه على السيارات. نعم، بالاول قبل ما نبلش الجوله السريعه على السيارات الموجوده بفرجيكم شغله عن جد لفتت انتباهي. اوكي، هذا الراديو مع السي دي والسبيكرز بلت ان بقلبه لحظه تحت، والاهم عندك الفحمات هون والغاز هون وكل شيء تتحكم فيه. بس وهلا بنكمل الجوله. هاي السياره يا جماعه هي من 1910، تخيل من سنه 1910، اسمها سيرس كار، دفع حقها $437. بوقتها $437 كانت بتجيب لك سياره. هون مجموعه من الامور. هذه الفورد اف 100 يا جماعه، واللي موجود عليها محرك الكوبرا 1956 فورد بيج بلوك فورد سي 6 ترانزميشن 406 كيوبيك انش تريبل كاربوريترز. يعني جنون 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 جنون. يعني في كثير قصص غير السيارات على فكره، والدراجات اللي عم نشوفها هون، في كتير امور على جوانب الصور والذكريات تبع الخمسينات والستينات تبع لاس فيغاس. يعني بس شوف هالمنظر عرفناك عم تطلع على شيء مميز. 1927 ماك في 6 بويك انجن على السياره او بيك اب بالاحرى. فهيدي جوده كتير سريعه بالغرفه الثانيه تما نطول عليكم. الغرفه الثالثه لها قصه، قصتها انه الظاهر انه انكم هن كابل، زوج وزوجة. الزوج بحب فورد والزوجة بتحب شافي، مشان هيك هلا الجولة هون رح تكون اكثرية على سيارة شافي. طبعا توفي ب 2015. هيدي يعني زوجة عامل هالغرفة كتخليلا للذكرى، فحناخذكم بجولة على السيارات الموجودة كمان بجولة سريعة. انما بالاول الروت 66 طلعنا احنا من هون من سانتا مونيكا، عملنا كل البرمي اللي موجوده هون، كان المفروض نقطع على بغداد كافيز الوقت تهمنا وقتها، فطلعنا على رويز موتيل نفس الشيء، قطعنا من هون وصلنا على اريزونا، وصلنا على ويجوام موتيل كمان. يعني مجموعه كثير كبيره من الامور اللي شفناها على الطريق، هيدي بتكمل الرحله على الاخر، للاسف معظمها بطل موجود. نرجع بالتركيز تبعنا على السيارات الموجوده هون وعلى الذكريات والاخبار اللي موجوده، عن جد رائعه. مثل ما قلنا لكم هون لمحبي الشيفروليه تحديدا.
اخر غرفه رح نفوت عليها ما لها علاقه بالسيارات، لها علاقه ب خلينا نسميهم تويز، خلينا نسميهم رحله بعالم الموسيقى والفن والرياضه واللي بدكم اياه. ما حاحكي كثير، حفرجيكم شو في بس هون موجود. ألفيس بريسلي مع الجيتار تبعه، مجموعه كثير كبيره من الادوات الموسيقيه، مثلا عم نشوف البيتلز، شوف جيمي هندريكس، كله موقع، كله اوريجينال، يعني حيط موسيقي بكل معنى الكلمه. مايكل جاكسون، يعني اللي بيحب عن جد يعيش الاجواء الامريكيه وموجود بفيغاس لازم يجي لهون. هيدي هنري فورد، هون عم نحكي عن توقيعه لهنري فورد. بوني اند كلايد يا جماعه لها قصه خاصه واخبركم اياها. شو خاص فورد ببوني اند كلايد هذا الموضوع؟ في ناس كانت بتحب تجمع، اذا بس نفرجيكم هولي كبريت اللي بيتاخذوا مجموعه من الاوتيلات، يعني في مجموعه كثير كبيره من الامور اللي عن جد بدك. انا بقدر اقعد هون ساعه مرتاح بس عم بتفرج على الامور اللي موجوده. جاكسون 5، حتى هون في الرؤساء الامريكيين موجودين. سبورتس، شو بدكم بالبيسبول؟ كان 60 سكندز، جماعه اللي بحب السيارات، سوبرمان، باتمان، سوبرمان، جوكر، سموكي اند ذا باندت، جماعة السيارات، عندك فوق 007 كمان، مجموعة جيمس بوند. عن جد روعة. وهيك رح نختم جولتنا بنوستالجيا ستريت رودز، بس مكملين. من جديد بنذكر برنامج رائع جدا، أنا شخصيا من الناس اللي محمس كثير تشوف ردود فعلكم على موضوع سياحة وسيارات، على موضوع لما انت تكون عندك باشن للسيارات وعندك شغف للسيارات وحابب تقضي وقت حلو باجواء السيارات، شو لازم تعمل؟ هذه هي فكره البرنامج. بدنا رايكم.